طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع منهج نيو هلو أو منهج الهلو ده هو الجديد بتاع أولى إعدادي. والنهاردة هنتكلم عن البست سيمبل. طبعا البست سيمبل احنا هنحله النهاردة، فهستأذنك ركز معايا في شوية حاجات كده قبل ما تحل. هقول لك خلي بالك معايا علشان ما تعملش غلطة عبد الشكور. مين عبد الشكور ده يا أحمد؟ واحد صاحبي أنت ما تعرفه. عبد الشكور ده هو يا أحمد لما كان يجي له في الامتحان يقول له حبيبي تاخد بلاي ولا بليد، تمام؟ فعبد الشكور كان بياخد بلاي جن، تمام؟ عبد الشكور ما شافش لاست، لو كان شاف لاست كان خد مين؟ بلاي، لان لاست بتيجي مع البسط. كمان ما شافش ان ذا بسط برضو، لو شافها كان خد مين؟ خد بلاي. برضو وانس واجو ويسترداي وون داي واي تاريخ قديم، كل ده بياخد ايه؟ بياخد الاي دي. عبد الشكور لما اتعلم يا احمد اتعلم، بس نسي حاجه لما فتح له اقواس يا جنى وقال له تاخد جو ولا وين، عبد الشكور خد جو. الكلام ده يعجبكم؟ لا، لان هنا هو الماضي بتاع جو هو مين؟ وينت. ركز، يبقى مع الوردز ده اهي اللي جايه في الامتحان فوق، مع الوردز ده اهي باخد فيرب اخره دي او اي دي او اي اي دي، لكن لو هو الريجولر بيتحفظ. انت مركز يا احمد؟ طب مع الوردز دي تفتكر جنى هاخد دو ولا ديت؟ هاخد دز ولا ديت؟ هاخد دونت ولا ديدنت؟ دزنت ولا ديدنت؟ انت مركز يا احمد؟ طيب جنى بعد ديد وديدنت الفيرب بيجي في ايه؟ انفينيتيف. طيب كمل معايا، تفتكر يا احمد لو فتح اقواس هاخد هاف ولا هاز ولا هاد؟ هاد. طب تفتكر لو فتح اقواس هاخد ام ولا از ولا ار ولا هاخد ووز او وير؟ يبقى انا في منطقه مين؟ الباست. حد قاعد مش فاهم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الراجل هيبدا يحله هنا اهو. يلا يا دكتوره جنى اتفضل يا فندم. بيقول لك اليسا ذا ليدر اوف جروب ذات جوت بيجر اوفر ذا ثام. استنى بقى، استنى استنى يا مستر، هنا مفيش كلمه داله صح؟ قال لك لو مفيش كلمه داله دور على فيرب دال. يعني ايه فيرب دال؟ يعني لو الفيرب ده هو موجود في البريزنت يبقى الجمله في البريزنت، طب لو الفيرب في الباست يبقى الجمله فين؟ في الباست. فجنى قالت لي بص كده قرب قرب قرب، كلمه هنا هو مين؟ جت، اللي هي تعتبر الباست بتاع مين؟ جت. يبقى انا عايز الجمله دي باست ار بره والثلاثه ينفعوا. طب يا مستر محمد ديد ولا ووز ولا وير؟ بص يا حبيبي ديد ده هي وديدنت يا جنى مالهم؟ يجي بعدهم فيرب، يجي بعدهم مين؟ طب هي ذا ليدر ده فيرب، كلمه ليدر ده قائد فيرب، يبقى هنا اهو ديد بره. فضل معايا ووز وير، اليسا ده تاخد ووز ولا وير؟ شكرا. فاهم يا حاج؟ طيب هات اللي بعده. بص كده what you do last summer، انت عندك last صح؟ يبقى هاف بره. فضل التلاته دول، مش انت قلت لي لو عندي فيرب بتاخد ديد او ديدنت يبقى هاخد وير ولا ديد ولا ووز؟ هاخد مين؟ هاخد ديد اهي. طب يا جنى ما ينفعش ووز او وير؟ لان انت لو حطيت وير لازم الفيرب ده يتحط له اي ان جي، والفيرب فيه اي ان جي؟ لا. طيب هات اللي بعده. Two months I started helping out at my community. احنا قلنا مين اللي بيجي قبلها الوقت؟ لاست ولا اجو؟ اجو. لان انا لو قلت لاست لازم اقول حاجه، لاست ويك، لاست مانث، صح كده؟ يبقى الوحيده اللي تيجي قبلها ايه؟ هي اجو. ديد يو، انت قلت لي ديد بيجي بعدها ايه؟ بص كده انا كاتب اهو، الحاجات دي بيجي بعدها الانفينيتيف، يبقى ديد اهي هتاخد ديد ولا دوينج ولا داز ولا دو؟ دو. يبقى ديد يو دو. هات اللي بعده. ماي داد ميد توي اند اي هام هيلبس ولا هيلبت ولا هيلبينج ولا هيلب؟ ليه؟ لان في هنا هو ميد، فبالتالي ايه؟ لو ما فيش كلمه داله يبقى الفيرب هو اللي ايه؟ دال. طيب هات اللي بعده. ذا كوتش سيد اي، الكوتش سيد اي اي تالنتد فوتبول بلاير. انت عندك يا احمد،
مركز؟ عندك هنا اي فيرب؟ ما عنديش. يبقى ديد بره وكنت بره، فضلت ووز او وير. طب ليه يا جنى؟ لان ديد ده بيجي بعدها الانفينيتيف وكنت بيجي بعدها الانفينيتيف، عايزين افعال، مفيش افعال، يبقى فضل ووز او وير. طب يا مستر محمد، هو اي ده هي بتاخد ووز ولا وير؟ ووز. اوكي طيب هات اللي بعده. Who this delicious apple by last night? I liked it. انت قلت لي هنا هو liked باست صح، وهنا في لاست، هتاخد مين؟ انا عايز فيرب في الباست. اني واحده فيهم في الباست يا مستر محمد؟ ها مي. يبقى هاخد مين؟ احمد مركز جدا. طب هات اللي بعده. All the streets busy yesterday after the match. كل الشوارع، بص كده قال لي بيزي، هي بيزي دي معناها ايه؟ مزدحمه. مشغوله مزدحمه. طب هي دي فيرب؟ لا. يبقى هنا هو كد بره وايه، وهات دي برضو بره يا مستر. هاخد مين مع ايه؟ مع يستر دي. ار ولا وير؟ ار دي بريزنت. الراجل بص كده، الراجل شاطبها اهو، اهي شاطب عليها اهو. يبقى هنا هاخد مين؟ هاخد ها وير. طيب هات اللي بعده. يلا بينا، يلا بينا يا احمد، احنا قربنا نخلص يا شباب، حقك عليا. هو احنا خدنا دي. The coach said I was. حدي. Who this delicious apple pie? Last night I liked it. احنا قلنا ده هي made. All the street. احنا قلنا دي وير. انا برجع تاني اهو. He's a club. او he to the club. He didn't play football. اوبا. انا هنا عايز ايه؟ عايز فعل يكون في الماضي. عرفت اللي منين يا احمد؟ عشان في didn't. هاخد مين؟ هاخد went. He went to the club. But he didn't play football. يعني هو راح النادي بس ما لعبش ايه؟ كرة. طيب حل دي يا احمد. She won the game although she trained hard. Trained دي present ولا بس؟ Trained انا مش عارف، بس شايف اخرها ايدي صح؟ اي فيرب اخره ايدي يبقى بس ماضي يا احمد. طب انا عايز ماضي. هي كلمة win دي فيرب صح؟ يبقى يا مستر مش هيجي معاها لا was ولا isn't. هتاخد didn't ولا تاخد don't؟ هناخد مين؟ انا عايز past. didn't ولا don't؟ didn't. يبقى اقول له هنا هو she didn't win the game. هي ما فازتش بالماتش، بالرغم يا احمد ان هي كانت ايه اللي هي فازت باللعب. ليه بقى؟ وبالرغم ان هي اتدربت كمان. هي ما فازتش لان هي بالرغم ان هي اتدربت كمان، بس اتدربت كتير وما نجحتش. ربنا رايدها كده يعني. هات اللي بعده. حل اول واحدة يا احمد. لاست مع بلاي، الفيرب ده بيتحط له ايه؟ باست صح. بيتحط له ايه عشان يبقى باست؟ ايدي صح. علي صوتك شوية. بيتحط له ايه؟ يلا يا جنى. What did you learning؟ did موجودة. هاخد ايه؟ ها؟ هتحط فيها اضافات؟ لا، هحط learn بس. طب يا احمد لاست دي مع هيلب، انت لسه قايلها، بحط للفيرب ايه عشان يكون باست؟ جدع. هحط ايه؟ هيلب. ده هتبقى ايدي. طب يا احمد احنا قلنا ديد وديدنت، بشيل الايدي. ديد وديدنت بشيل ايه؟ ديد وديدنت بشيل ايه؟ فانا هنا وانتد موجوده، فانا هشيل الايدي واخليها وانت بس. فاهمين يا شباب مصر؟ طب يلا احنا قربنا نخلص اهو، بنفنش اخر خمسه. يلا بينا. There be احنا قلنا بي ده هي بتتفك مع الماضي was aware. 12 of us. 12 دي عشان was aware where. هات اللي بعده. I scored 2 goals in the last match. Last. انت قلت لي مع الماضي بحط ايه؟ score. عايز احط لها خليها ماضي، احط لها ايه؟ ايوه بسط. البسط بحط له ايه؟ ايه دي بس. هو اخره ايه؟ يبقى هو محتاج ايه؟ دي بس. يبقى هنا اهو انا بحط ايه دي بس، الفيرب نازل لي اخره ايه، بحط له ايه؟ دي. طب هاتي دي. يلا يا جنى. الراجل مجاوب بديد، يبقى هو سائل بمين؟ بديد برضه. يبقى ديد يو لايك فولنتيرينج. هات احمد. انت قلت لي يا احمد بعد ديد وديد انت باخد فيرب من غير اضافات. الراجل حاطط اس، يرضيك الكلام ده؟ اشيل منه ايه؟ الاس. يبقى when did you join the sports club. هات اللي بعده. they. وهنا هو بيقول لي one، مش احنا قلنا one دي بس؟
يبقى doesn't دي تخليها ايه didn't. اخر واحده الوداع did they ready. اوبا مين يعمل دي بقى؟ ها سهله. انا عندي فيرب، عندي فيرب هنا ما عنديش، يبقى لما عنديش يبقى بتصل بوز او وير. هنا ذي هتاخد ووز ولا وير؟ وير. يبقى اقول وير ذي ريدي فور ذا اكزام. هل انت كنت مستعد للامتحان؟ ثانك يو اند جود باي.